بين الجهات. إذا كما قلت بين الجهات سيدي بوزيد، اتخذ سيدي بوزيد اليوم الصباح توضيح حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على أساس اكتشاف منطقة أثرية جديدة. معنا سي أنيس حجلاوي عن المعهد الوطني للتراث. فرع سيدي بوزيد، صباح النور. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير لكم والمستمعي إذاعة إكسبريس أف أم. شكرا تفاعلك معنا سي أنيس اليوم الصباح. البارح كنت قدمت أنا هكا المعطيات كيفاش صار على أساس اكتشاف وفما قطاع كبيرة معناتها من حجم الكبير لقاوها الحرس الوطني، ومن بعد تم نقلها إلى آخره. كي تعطينا أنت التفاصيل معناها. شكرا على الاستضافه، وهذه فرصه باش نوضحوا بعض النقاط والمفاهيم. وهو تفاعل انا مع كنت تو نسمع عندكم حصه في اصل الكلمه، اصل كلمه بدون، معناها بالحق فما حاجات يلزمها تكون معناها المعنى نتاعها متداول ومعروف. احنا نرجع لكلمه اكتشاف، او الموضوع الكل الاداره اللي هي ما تضم اكتشاف موقع اثري اكتشاف. الاكتشاف هو يعني انك تظهر او نعثر على معطى، خلينا في اطار التراث والاثار، على قطعه اثريه والا على موقع والا لحاجه اللي تكون غير معروفه بالمره. هذا الاكتشاف، يعني انك تظهر او تعثر عن طريق الحفريات والا عن طريق الصدفه على معطى اثري يظهر لاول مره. وهذا موجود حتى في المجالات العلميه الاخرى في الطب وغيره وغيره. اذا تم تداول الموضوع هذا، اكتشاف موقع اثري. باختصار ليس بالاكتشاف الاثري، وهذه الاسباب التاليه. الموقع الاثري اللي تم الحديث عليه الايامات الاخرانيه في منطقه الرابطه من معتمدي تداري بن عون. الموقع هذا هو معروف سابقا لانه في الفتره الاستعماريه وقت ما لي توبوغراف ولي بريغاد دو لارمي فرونسيز اللي يقوموا بوضع الخرائط الطبوغرافيه كانوا يسجلوا كل شيء، كل معطى يجدوه على وجه الارض في المنطقه ولا في الجهه هذيك يتسجل على الخرائط هذه. اذا الموقع الاثري هذا معناها محطوط على الخارطه هذه، اسمها معناها خريطه سيدي علي بن عون. هذا لون. اثنين، الموقع هذا معناها موجود فوق سكن ناس ساكنين عندهم سنوات، اذا هو معروف ليهم في الجهه هذيك، ممكن ان يعني اطراف اخرى ما تعرفوش، لكن الاهالي يعرفوه الموقع هذاك ويعرفوا شنو الحاجات اللي فيه. والنقطه الثالثه انه احنا في زياره 2016 تقريبا 2015 لك المنطقه هذيك، المعهد الوطني للتراث سجل وجود موقع اثري هو نفسه اللي مذكور سابقا في المكان هذا. اذا هنا ما عادش نجموا نحكوا على اكتشاف لانه المكان معروف. مكوناته الموقع الاثري بصفه عامه هو يعني ما نسميش حتى موقع، ما عندوش قيمه تاريخيه وعلميه، ولكن الموقع هذا يسمى موقع اثري ريفي مندثر في تاركيولوجيك ريران ارازي ستانسيت. هو معناها علاش موقع ريفي؟ لانه المكونات نتاعه عنده علاقه بالحياه الريفيه والحياه الاقتصاديه واساسا الفلاحه في الفتره الرومانيه. شنو المكونات الموقع هذايا؟ هو صحيح الامتداد نتاعو كبير، دليل على انه كانت منطقه زراعيه كانت ثانيه بلغه اخرى، وفي المكان هذاك ثم ماجن لتجميع الماء، سقيه كبيره تجميع الماء كانوا يستغلوها للسقي والا لشرب الحيوانات في العهد الروماني، وبقايا لمعصره رومانيه. هذه المعصره معصره زيتون، ومعصره ابارامون كبيره معناتها من حجم كبير. شوف مش بحجم الكبير يفرق، كان نشوف في معاصر اخرى في شيره القاسرين وفي كذا، يعني معاصر كما نسموها كما الاندستريال، معناها ولت مش العصر، معناها يعني مجموعه من المعاصر حدا بعضهم، معناها هذه دليل على اهميه النشاط هذه. هذه معصره تابعه لفلاح كما باختصار وبتبسيط، ثانيه نتاع فلاح عنده ماجل وعنده بقعه وين يعصر الزيتون نتاع الثانيه هذيك ولا الضيعه نتاعه في الفتره هذيك. يعني لكن هو عاده الحجاره المستعمله في الحاجات هذه تكون بشكل كبير. اللي موجود شنو هو؟ موجود بلاتو دو بروياج، هذا حوض للعصر اللي يحيي الزيتون.
حوض لحي الزيتون يشبه ياسر للمعاصر التقليديه نتاعنا احنا، ولكن من الحجاره، ويكون معناها كتله من الحجاره الضخمه، معناها حتى حملها يستحيل. وعندنا منها هذه الشواهد عديده وعديده في جهه سيدي بوزيد وفي كامل تراب الجمهوريه في المواقع الريفيه موجوده القطاع هذه. القطعه الثانيه هي الرحاء اللي يرحوا بها الزيتون، وتبدا تدور في وسط الحوض هذاك، تدور بواسطه حيوان معناها في الوقت هذاك، ويسمى مول دو برواياج. هذه تكون اقل شويه، وثم كونتر بوا معناها قطعه اخرى تابعه للمعصره هذوما، وكلهم يكونوا معناها من حجاره ضخمه. الحوض هذا احنا ريناه قبل، ولكن لا يمكن نقله لانه كبير وحجمه كبير. القطايع الاخرين كونتر بوا كيف كيف، هذا حجره كبيره وعندنا منها الاف معناها في تقريبا في كامل تراب الجمهوريه. والقطعه الثالثه اللي هي المال هذه، شنو اللي صار؟ انه يوم الجمعه اتصلت بين الجهات الامنيه مشكوره في الشيء هذا، على انه ثم 100 اشخاص مش يهزوا ولا يكسروا ولا يتاجروا بك القطاع هذيك، معناها خاطر الله غالب ثم معناها ظاهره شائعه هو الكنوز والبيع والشراء في الواحد، ولا هي امور ممنوعه وما عندهاش حتى علاقه بالواقع. اذا فنستقنا مع الامن على اساس يوم السبت باش نشوفوا نعملوا معاينه لهذه القطاع هذيك اللي يمكن نحميوها نامنوها، واللي يمكن يبقى بلاصه يبقى على بلاصه. وبالفعل مشينا حاولت مصالح المهد وتنتورها في نهار السبت، وتم معاينه هكا القطاع اللي ما تنجمش تهز، اللي هما كيما البلاتو برويج هذوما يستحيل باش تنجم تنقلهم، كيف يبقوا على بلاصتهم وموجودين في عديد المواقع الاثريه على بلاصتهم. قطعه واحده اللي هي المال هذه تنجم معناها واحد يستحفظ بها في المخزن الاثري في الجهه، والباقي معناها تم التنبيه على السكان المحل السكان اللي هم موجودين على البلاصه، خاطر المكان الموقع هذا منه ناس ساكنه معناها من زمان من قديم. اذا تم التنبيه عليهم على انهم يحافظوا على القطايع هذيك في اماكنها باش ما تكسرش، واي دخيل على المنطقه خاطر في الموضوع هذا ولا حاجه على الاقل يتصلوا بالامن باش يشوفوا احنا بالطرق هذه اللي هي راهو موقع اثري على عادي ما ماهوش بالضخامه وبالشكل اللي دولاته الكل واكتشاف ومنطقه حضاريه ومدينه تحت، لا مدينه يعني لحد الان ما فماش استغلال، مش باش تكون منطقه واستغلال الى اخره، منطقه موجوده اثريه كما قلت انت، قطايع تم نقلها. قديش الكل في الكل فقط الوقت في ثانيه قديه من قطع الكل في الكل بما انكم عملتوا جرد؟ تقريبا 6 قطاع معناها حجريه كبيره في الحجم اللي نمشي ننقلها تابعين للمعصره بقاو على بلاصتهم. قطعه واحده هزيناها اللي هي يمكن حملها اللي هي المال اللي هي الرحال اللي يحيوا بها معناها الزيتون. شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم صباح. سيانيس حاج لوى المعهد الوطني للتراث فرع سيدي بوزيد، تحيه ليك وكل الناس اللي تقوم بخدمه. دايوغ هنيا نغتنم الفرصه معناتها نقول للمواطنين للتوانسه للناس اللي تسمع فينا يمشي ويزور المناطق الاثريه نتاعنا هوني مش بعيد على تونس، فما اودنا مثلا اليوم نقرا بالحق اودنا كي تمشيو تكتشفوا معناتها الاكتشاف نتاعها كيفاش صار، معناتها لانه كانت كلها جزء كبير كان مردوم معناتها تحت القاعه وعباد تعيش اون بارلون دو ناس غاديك ساكنه وكل معناتها، لانه اليوم فما مشكل اخر، فما النبش جوستومون، فما برشا عباد قاعده تبني بناء فوضوي وقاعده تبني فوق مناطق بوتنسيلمون تكون اثريه معناتها الى اخره. فنمشي ونكتشفوا المناطق. اليوم نقرا مثلا في الايون نتاع لابريس على بولاريجا في جندوبه من احسن وازين ما عندنا الى اخره. دونك مناطق جميله جدا وتكتشفوا برشا برشا حكايات معناتها تنجموا حتى مع اطفالكم مع عائلاتكم تمشوا تزوروهم. شكرا لك مره اخرى سينيس حجاوي. فاصل قصير موعد اخبار 7:30 راجعين بيتش اكسبريس، وضيفتنا الاولى سيده حباب عجمي نحكيو على اول على بارومتر فريد من نوعه اليوم الصباح في برنامجكم اكسبريسو. اول بارومتر نتاع التونيجين ويمن اون بورد اوبسرفاتوري اللي تتراسو سيده حباب عجمي اللي يحكي على مكانه المراه في مجالس الاداره. يكون معنا سي مراد بن حسين رئيس مدير عام سيبكس، نحكيو حصريا على اللونسمون نتاع 4-4 كونسورسيوم 100% نساء كوني من نساء، و سيريس فلفول وايز سوميت نحكيو على جلوبال اميرشن ويك من تنظيم اوبن ستارت اب تونيزيا ومواضيع اخرى. راجعين